خريطة السيطرة في السودان تتغير باستمرار هنا يلعب الجيش دورا حيويا مهما بهدف استعادة الاستقرار وتهدئة الاضطرابات الداخلية. تحركات الجيش السوداني في أمدرمان صاحبتها استعادة مناطق واسعة تشمل أحياء العباسية كما نتابع في هذه الخريطة وأمدرمان القديمة والاهم سلاح المهندسين. أهمية سلاح المهندسين تأتي من موقعه الجغرافي كما نتابع في الخريطة والاستراتيجي أيضا من الناحية العملياتية فهو قريب من جسر الفتحاب أحد الجسور الرابطة بين مدينتي أمدرمان والخرطوم أيضا كما نتابع في الخريطة تحقيق تواصل بين قوات سلاح المهندسين وقوات قاعدة وادي سيدنا الواقعة في شمال مدينة أمدرمان والتي تعتبر واحدة من أحد أهم المواقع العسكرية للجيش السيطرة عليه تعني تسهيل وصول الإمدادات إلى منطقة القيادة العامة. وإضافة إلى الأهمية الجغرافية فإن سلاح المهندسين يقدم الدعم الفني واللوجستي للقوات المقاتلة ويساعدها في فتح الطرق والجسور المؤدية إلى مناطق العمليات. كما يساعد أيضا في عمليات عزل قوات الدعم السريع من خلال تعطيل الطرق والجسور لمنع وصول قوات والحصول على الامدادات ايضا